السلام عليكم اخوتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تشوفوا هذا الفيديو هذا وتشوفوا على منظر في هذه المنطقه، هذه في هذا السكن طبيعي ديال الناس ديال زمان، لان هذا البنيه هذا هذا البنيه هذا هو البنيه الاولى اللي كانت في امازيغ، هي هذه يمكن راه في كل شيء، كانت في كل شيء. الا شفتوا حتى الدول ديال الخليجيين برا راه كتلقى عندهم نفس البنايه بحال بحال اي بلاصه، يعني الدول العربيه كلها هذه هي نفس البنايه اللي عندهم، ولكن فاش جا التطور تطور البناء حتى ولا هكذا ديال المدينه ديال المدن. اما هذه هي المباني الاصليه، هي هذه عند الامازيغ ولا حتى المهم كلشي 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 عند العرب كلهم. هذه واحد الدار ديال واحد السيد، انتم غادي تشوفوها كيفاش دار لها الزنزال، كلها تشقات. هاد الدار هذه راه قديمه، هذه كنعطيكم انا حتى التفاصيل ديال المده، هذه تقريبا راه 100 عام. هذه ما دار لها والو، يلا واحد الشق اللي شفتوه في الاول قربتو اللي ضرب فيها اللي ري بزاف في هذه المنطقه هذه ديال المنطقه ديال شيشاوه ولا منطقه ديال هذه المنطقه كلها ديال تيزينتاست ولا اللي راهي بزاف هو هذه البنايه ديال اللي كتسمى بالتابوت، والبنايه ديال اللي كتبنى بالحجر والتربه. شوف دابا هذه تقريبا، شوف هذه البنايه راه قديمه، هذه واحد الشق اللي كان فيه راه كنري لكم، ها هو صغير كيبان ولكن راه كبير واخا هكداك، لو كان هو ديال التابوت يعني ديال التابوت راه طاح كله، راه شفتوه دابا في الفيديو يمكن الاول ولا ايه الاول راه كله طاح. اما هذا كيصبر، حنا دخلنا دابا لداخل، ها انت الشقوق اللي كاين دابا في البيوت عند الناس، شتي الشقوق هذا هو الشق اللي مشكل، هو هذا دابا هذا هو اللي كاين لداخل بزاف، ها انتم خصوصا في القنات، خصوصا في القنات ديال البيوت كيكون كثر. شوف كلشي، شوف دابا اللي شاف دابا هاد المسكن هذا غيقول مهجور، ما عمر تسكن. شوف حتى داكشي اللي الفوق تساس، انت شتي على الشوق، شوف 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 المحل كيبان بحال لا كان مهجور مدة طويلة، هو راه غير أسبوع خرجوا منو الناس، خرجوا مساكن داكشي اللي كيكسبوه بالزربة وشي حاجة بقات جمعوها في شي بلاصة اللي كيقولوا عندهم شي محل يمكن فيه شوية الأمان حطوه كيتسناو، ولكن حاجة إلا جات الشتا هادشي غادي يكمل، غادي يكمل كلشي، هادشي غادي يكمل، لأن دوك الشقات غيدخل معاهم الماء ديال الشتا غيري بكلو، كتعرفوا دابا التربة إلا دخل معاهم الماء كيولي كلشي كيولي كلشي ماء. هنا الناس حتى في الجنيان ديال الموسم ديال الكركاع ولا اللوز ما خلاهمش الزنزال ياخذوا داكشي على خاطرهم، كاين اللي مشى ليه داكشي تردمت عليه الدار، هادشي غير اللي ما تبقى حيت هادشي كيكرموه في الشمس عاد كيدخلوه، شي حاجه قليل اللي بقات عاد في السطح بقات على برا شويه راه مجاها الله. اما المباقي اللي تخزنات كلها مشات. شوف على الشق في هذه البلاصه هذه، وكنقول لهاد الدريت كنقول لهم عندكم تكاو على داك الحيط بحال والو غيطيح بالصعوبه، باش تسمعوني عاد رجعوا. شوف على الشق، ومدة هادي تقريبا واحد المدة ديال عام هذا ولا عام وزيادة، وانا كنهضر على هاد البلاد هادي، هاد المنطقة هادي ديال إيمين دونيت، منطقة شيشاوة، منطقة سياحية ولكن
بحال الناس ما عاطينش اهميه باش يطلعوا الناس، بحال ما عارفينهاش، بحال هي منطقه جميله يعني مزيانه بزاف بزاف، فيها الماء، فيها الفواكه، فيها حتى كرموس. كيجي واحد الوقيته ديال واحد الوقيته ديال الجنيه، ملي كيجنوا الناس رزقهم من داك الفواكه، وكتجي واحد الوقيته كيطلق داك الشيء، يمكن لك تاكل الكرموس على خاطرك، ما كاينش اللي غايقول لك اش كدير. صافي الكرمه رزقك هذاك، او لا بحال الرمان، او بحال اي حاجه. الناس اللي عزيز عليهم الكبار، يمكن يلقطوا الكبار، الناس اللي عزيز عليهم الخروك يعرفوا ما يديروا به مزيان، الشيح موجود، الزعتر خصوصا في ديك الوقيته ديال افريل وماي كيكون الزعتر، وكيكون بعض العشوب، يمكن واحد يمشي يلقط عشيبات من تمايا ياخذها بصحته. ما كاينش اللي يقول لي شحال الساعه، كاين بزاف ما يدار. هذاك الكبار كيتباع بثمن، اللي كيعرف ليه يجيبو يرقدو مزيان صحي. الزعتر تاخذ الزعتر حر، خزامه حره، يعني ماشي غاد تلقاه مخلطه ولا شي حاجه، يعني داك الشيء وتشوف الريحه، تحس بالريحه اللي فرق ما بين هذيك وهذه اللي كتباع في السوق. يعني اللي بغى يتعرف الحقيقه ديال العشبه، سير لهاد البلايص هادي تشوف الحقيقه ديال العشبه اشنا هي، تشوف الريحه اللي في الخزامه، وتشوف الريحه اللي في الشيح، وتشوف الريحه في الزعتر، وتشوف الريحه. كاين واحد الفرق كبير كبير بزاف بزاف، ماشي بحال اللي كناخذهم عند الناس هنايا، يعني بحال غنقولوا بردات او تخلطات او الله اعلم اشنو، او لا شي حاجه. بحيت راه كاين دابا نيت يزير راه كاين خلوي اللي كنقولوا حنا ديال الخلا ديال البور، وكاين الزعتر رومي اللي كيتسقى رومي، حتى الزعتر حتى هي دابا الزعتر كاين جوج انواع. راه كاين فرق كبير ما بين الزعتر اللي هو خلوي، والزعتر اللي كنديروا ليه الدواء ونقابلوه ويتحارت، كاين فرق كبير. هذاك الزعتر ديال البور ولا ديال الخلا ممتاز، يعني غير الريحه ديالو كتكون قويه. انا بغيت الناس تمشي للبلاصه ديال الشيح، تشم الشيح، تشمو تشوف على الريحه اللي فيه، راه العاد سبحان الله العظيم راه بحال شي حاجه معطره، يمكن لك ديرها مع حوايجك سبحان الله العظيم. ولكن الناس حنا كنحاولوا كنقولوا للناس هاد البلاصه راه زوينه. هذا المنطقه اللي بغيت لعاد البلاصه هذه كتسمى اسيف المال، اسيف المال، يعني هاد الواد هذا كبير، وكي بحال غنقولوا كيقول ليه واد المال، واد المال، بحيث علاش شد واحد المنطقه كبيره واسعه فيه كثر ديال الاشجار، هادشي علاش مسمينو يمكن واد المال، ما بداش الحيط ديالنا حنا كنقول ليه اسيف المال. ملي كتلحق شيشاوه مع عملة شيشاوه، ملي كتقول لهم غير جماعه المجات ولا غير المجات، حد المجات ما بينو بين شيشاوه تقريبا واحد 5 كيلومتر ما بين المجات، كتلحق لحد المجات كتقول لهم اسيف المال، سير اخويا تبرع مع راسك، طلع مع راسك طريق مزيان، طلع وحوس مع راسك، يمكن لك تحوس الدور مع راسك وترجع لمراكش ولا يمين تانو اي بلاصه، يمكن لك. ما الا اللي عنده العائله تما ولا شي حاجه، ولا ما بيت في مجات ولا شي شاوه ولا في يمين تانو، راه يمكن الانسان يدور مع راسه بحريته، ما رجع حتى لواحد الوقيته. والناس ديال تما كرامة، حتى وقت القرقاع ملي كي واحد فيه خاصو القرقاع ولا اللوز، فوق اللوز ديالو تصوروا معايا دابا اللوز تما شحال كيتباع، 60 درهم 50 درهم، اللوز بلدي، القرقاع بلدي، حلو. نتوما ذوقوه وغتردوا عليا اشنو كنقول، حلو، ما غتلقاهش في السوق هنايا. فعوض غادي تاكل هنا 50 غرام، هنا يمكن لك هذاك تاكل فيه حتى 200 غرام، وما غتبيعش منه، في واحد المذاق هائل. تاخذ القرقاع من تما بقل ثمن، بشحال 70 درهم الكيلو، وجديد وبلدي حار، ما كتكون فيه لا ريحه الغموليه ولا حتى شي حاجه. وانتم اللي بغى يجرب يمشي فوق القرقاع وتشوف القرقاع وتحس به وتاكله وترد عليا ان شاء الله. هنا الناس جامعين ما تبقى من الحويجات ديالهم اللي بقات. شوف هاد اللنبة هادي راه واحد السنين، هاد اللنبة هادي راه من السبعينات، الناس محتفظة. هاد المحل هذا كيدار لتحت،
هذا هو المحل تحتاني كاع، يمكن كيديروا فيه بهايم، يمكن كيديروا فيه الدجاج، يمكن كيديروا فيه هذا. دابا المحل ديال تحت مختص للبهايم فقط، بحال اللي كنقولوا كيديروه كوري، ما كيصلح للسكنه الا البهايم. شوف هاد اللمبه هادي راه من السبعينات، شوف كتخدم بالغاز، كان ملي كان الغاز.